أهلا بكم إلى هذه الحلقة الحوارية من بيروت اليوم. ضيفي مدير تحرير صحيفة المستقبل أستاذ جورج بكاسين. أهلا فيك أستاذ جورج. مرحبا. بداية وقفة مع أبرز ملفات بيروت اليوم. مخاوف من مواكبة الضربة العسكرية على سوريا، تخريب للأمن وعودة التفجيرات والاغتيالات على الساحة اللبنانية، فكيف سيتصرف لبنان الرسمي؟ هل شبح الحرب العالمية الثالثة بدأ يخيم على منطقة الشرق الأوسط؟ هل رفع تيار المستقبل الفيتو على مشاركة حزب الله في الحكومة؟ أستاذ جورج بكاسين، بالأمس طلبت السفارة الأمريكية ببيروت من يعني قلصت عدد العاملين لديها وطلبت من رعاياها عدم التوجه إلى لبنان، كان سبق طبعا تحذيرات والكويت سحبت رعاياها إلى ما هنالك. هل لبنان سيدفع الثمن الأكبر نتيجة الضربة على سوريا إذا صارت الضربة؟ ورح نحكي بعد شوي. يعني بصراحة هذا يعني معطى بيعود لحزب الله، كيف بده يتعامل مع هذه الضربة؟ هل يرد على هذه الضربة في مكان آخر، في سوريا، في إسرائيل إلى آخره؟ بناء على ذلك هذا الخطر بيدهم على لبنان. أما إذا لم يتحرك حزب الله أو لم يرد على هذه الضربة بهذا الشكل أو ذاك، بعتقد لبنان بيكون بمنأى، سيما وأنه الضربة مش بس محدودة ومحددة. الضربة المحتملة لسوريا محددة بهدف واضح، النظام السوري أو بالأحرى المواقع العسكرية والكيميائية والجوية إلى آخره. فعمليا لا يمكن أن يدفع لبنان ثمن إذا ولا طرف من أطرافه، وعم بحكي هون تحديدا عن حزب الله، ما تدخل بهذه الحرب. السفارات عم بيقولوا في تهديدات، هل هي تهديدات بس مجرد كلام؟ هو الكلام أو التهديدات اللي طلعت من بعض القريبين من حزب الله أو من بعض القادة الإيرانيين، الحرس الثوري وإلى آخره، أنه بدنا نستهدف مصالح أمريكية بالمنطقة. بطبيعة الحال هذا إجراء روتيني بياخذوه الأمريكان أو غير الأمريكان، يعني في سفارات أخرى كمان أخذت حذر بهذا فبعتقد أنه إجراء روتيني بديهي عشية ضربة محتملة، ومش بس بلبنان، السفارة الأمريكية مثل ما قرينا وتابعنا أنه بأضنا كمان بتركيا. صحيح. فكل الدول المحيطة بالحدث، مسرح الحدث، طبعا في إجراءات بتتاخذ على المستوى الدبلوماسي، وحتى الدولة اللبنانية يعني الأجهزة الأمنية اللبنانية أخذت إجراءات شبيهة حول السفارات لهذا الغرض. كمان السفارة الفرنسية، وكان في تحليل بوكالة الصحافة الفرنسية أنه كلام الرئيس السوري بشار الأسد لما حمل فرنسا المسؤولية وقال الشعب الفرنسي منه عدو، ولكن سياسة الدولة الفرنسية عم تعمل من دولة فرنسا عدو للشعب السوري، هدد مصالح فرنسا. البعض قرأ فيها خبراء أمنيين فرنسيين أنه لبنان رح يكون الأكثر استهدافا، يمكن اليونيفيل، يمكن السفارات والمراكز الدبلوماسية. هل من دور أو عملت شيء الدولة اللبنانية لحماية هؤلاء لتجنيب الخطر، أو قادرة تعمل شيء، ولا في عجز كامل؟ شوفي، النظام السوري يعني بشك أنه يقدر يعمل شيء بلبنان في حال تلقى الضربة، يعني أنجأ يكون قادر يهتم بحاله كيف يدافع عن نفسه أو يرد على الضربة. فبعتقد أنه مش هو العنوان الصح بتقدير هذا الموقف. العنوان الصح هو حزب الله. السؤال يعني هذه الضربة اللي إلى معنى دولي، أولا بمعنى أنه المجتمع الدولي أخذ قرار بالرد على استخدام النظام السوري سلاح الكيميائي. الشيء اللي تم وخرق فيه القوانين الدولية والمعايير الدولية من الحرب العالمية الثانية وحتى من الأولى، يعني ما في حدا استخدم هذا السلاح وما دفع ثمنه. وآخرهم صدام حسين كلنا بنتذكر بحلبجة وكيف رجع دفع ثمن استخدام هذا السلاح. فالمجتمع الدولي اخذ قرار يعاقب بشار الأسد على استخدام هذا السلاح. فالموضوع لا لنا علاقة فيه كلبنانيين. اثنين، الأراضي اللبنانية مش معنية فيه، يعني محدد انه في مواقع عسكرية سورية الى اخره. هلا حزب نحن كلبنانيين مش معنيين بهذه الضربة اذا حصلت
إلا في حال تدخل حزب الله فيها، سيما وأنه حزب الله موجود بسوريا وعم بيقاتل بسوريا. فهل حزب الله يعني يورط لبنان بنتائج هذه الضربة؟ هذا سؤال كبير هيا بعد ما في جواب واضح عليه، ولكن بالاستنتاج أو بالتحليل يعني بال2006 هون من عم نحكي عن رد من حزب الله، بعتقد أنا الرد بيكون بإسرائيل. يعني شو بده يرد جبهة الجنوب على صواريخ يعني التوماهوك يعني بالبحر بالمياه الإقليمية؟ أكيد ما في رد، ولكن وما عنده هذا السلاح يعني المقابل لهذا السلاح التوماهوك والصواريخ وإلى آخره. فالتقدير هو أنه إسرائيل يمكن يفاجئنا ويكون عنده هالسلاح، ما بعرف، طلع في طائرة تجسس، ما بعتقد هيك نوع من السلاح يعني بفاجئ حدا، وممكن يكون موجود وما حدا بيعرف. ولكن بكل الحالات الشيء التقدير الأكبر أنه يرد على إسرائيل. طيب بال2006 أولا كان في تماسك لبناني ضد إسرائيل، صحيح، هذا واحد. اثنين كان في عرب وقفوا حد لبنان ودفعوا بين 10 و15 مليار دولار وقدروا يعني أنقذوا تداعي لبنان من التداعيات الاقتصادية والدمار اللي حققوا العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق أخرى. الاقتصاد كان 8 أو 9 أو 10% نسبة النمو، عم بحكي عن 2006. اليوم إذا عملنا هيك بيلان سريع، الاقتصاد نسبة النمو تحت الصفر، العرب ما بقى معنيين. يعني بعد قرار مجلس التعاون الخليجي ممكن حدا يتخيل أنه دولة عربية رح تساعد لبنان في حال تعرض لعدوان إسرائيلي؟ فإذا هذه الصورة الجديدة المختلفة عن حرب 2006 وعدوان 2006، ما بعرف قديش ممكن حزب الله يفوت بهيدي. بس هو الحزب وفق مصادر مطلعة للجمهورية بيعتبر نفسه جزء من المعركة في سوريا، وينظر أنه الاعتداء عليه هو اعتداء على المقاومة، وبناء عليه سيتصرف على هذا الأساس. شو يعني سيتصرف؟ يعني السيد حسن نصر الله أعلن أنه قصف سوريا يعني قصف ظهر المقاومة، ومش هناك نحن قتلنا دفاعا عن النظام. فهل برأيك أنه بيقعد مكتف إيداء إذا كانت النظام رح يقشط يعني أو بيسانده؟ ما في شك أنه هذا استحقاق صعب على حزب الله ووراء حزب الله إيران. طبعا هذه الضربة لهذا النظام، والأهم هي ما بعد الضربة وتداعياتها وتأثيراتها على النظام وقدرته على البقاء والتماسك. ما في شك أنه استحقاق صعب بالنسبة لإيران وحزب الله، ولكن تدخل حزب الله في هذه الضربة أو ردا على هذه الضربة بيخلق تبعات أخرى أخطر. يعني بيورط لبنان بمسألة ما له علاقة فيها، بكبد لبنان واللبنانيين خسائر اقتصادية باهظة. بس برأيك بالنسبة لحزب الله يعني طبعا هو بيعني الاقتصاد، ولكن يمكن بيعني أكثر وجوده أو أنه وجود النظام السوري أو بقائه. يعني بين التفكير بالاقتصاد والتفكير بالاستراتيجية والوجود، أيهما أولوية للحزب؟ هو جزء من وجود أي حزب هو جمهوره وبيئته. طيب هذا الجمهور قدي ممكن يعطي شرعية لهذه الضربة الآن دفاعا أو ردا على ضربة للنظام السوري اللي استخدم الكيميائي وقتل 1500 قتيل؟ يعني ما كمان أي تحرك أو أي رد عسكري هذا له كلفة وله تبعات، يعني ممكن حزب الله ما يأخذها بعين الاعتبار إلا إذا كان يعني اتخذ قرار انتحاري وفوت البلد. بس هو الخاسر الأكبر بيكون، لأنه أولا جمهوره سيكون المتضرر الأكبر. طبعا الضرر سيلحق بكل اللبنانيين بدون استثناء، ولكن جمهور حزب الله جزء من هؤلاء اللبنانيين. اثنين يعني مثل ما قلنا من شوي، الوضع بالبلد اليوم مختلف تماما عن 2006. يعني وضع نمو الاقتصادي، وضع المحيط العربي، كيف علاقته بحزب الله الآن بخلاف ما كانت الصورة بال2006. طيب إذا لا سمح الله وقعت خسائر اقتصادية كبرى بالبلد، مين بقيمة؟ مين بقيمة؟ يعني سؤال بشك أنه حزب الله ما يحطه بالحسبان، وحتما إذا ما حطه بيكون ارتكب خطيئة.
لذلك يعني حقيقة ما عندي تقدير شخصي لشو ممكن يعمل حزب الله، ولكن عم بحاول هيك وصف انه في حال رد على هذه الضربة شو النتائج، وفي حال ما رد شو النتائج. حتما الرد سيكلف لبنان غاليا، وعمليا رح يكلف حزب الله غاليا. لما حلفاء النظام أكان بلبنان أو بإيران أو غيرهم بيحكوا عن حرب إقليمية إذا انضربت سوريا، شو يعني حرب إقليمية؟ هذه يعني بس بين إسرائيل. الحزب وربما إسرائيل لا. أو يمكن لا. يصير في توصل الصواريخ لأكثر من دولة، يعني بلكي تركيا بلكي الأردن بلكي فيها مبالغة بعتقد. هيدي مش هيك يعني الأمور بهالبساطة وبهالسهولة، إنه في أكثر من جيش صار يعني بالمياه الإقليمية وسفن وغواصات وصواريخ توماهوك، يعني مش هيك بعتقد، مش بهالسهولة. حتى محللين المقربين من حزب الله وضباط متقاعدين ذكروا بالأيام الماضية أنه حزب الله ما بيقدر يرد على هاي الضربة مباشرة، يعني ما عنده قدرة يرد على هاي الصواريخ، ما عنده قدرة يرد على السلاح وعلى التكنولوجيا المتقدمة الممكن يستخدمها المجتمع الدولي بضربته على النظام السوري. حتما بيقدر يرد على إسرائيل، يعني مشان هيك بعتقد لما بينحكى عن حرب إقليمية المقصود بذلك إسرائيل. ولكن عم ضوي على التداعيات اللبنانية تبعها شو ممكن تكون. فهل يقدم حزب الله على هذه المغامرة في ظل هذه التقديرات؟ ترجح سؤال كبير. ما بعرف، ما بتعرف بصراحة، ما بعرف. حضرتك عم تقول في جمهور المقاومة، هل رح يقبل بوقت النظام استخدم الكيميائي؟ طيب هل مقتنع جمهور المقاومة، حتى المقاومة مقتنعة أنه كيميائي استخدم من قبل النظام؟ يعني لما في نفي مش بس من قبل النظام، يعني حتى موسكو تما أقول عم تنفي عم تشكك أنه النظام هو استخدم الكيميائي. وين نحن بصرف النظر إذا كان مقتنع بأنه النظام اللي استخدم الكيميائي أو غيره، بس بطبيعة الحال أي جمهور سواء كان جمهور حزب الله أو غيره غير معني مباشرة بمسرح آخر ما له علاقة فيه اسمه سوريا. ليه بده هو يتورط بمعركة بهذا الحجم وبهذه النتائج؟ يعني خلينا ناخد مسألة التفجيرات الأخيرة اللي حصلت بلبنان وأهمها برواز. طيب يعني أهلنا وأصدقائنا اللي بيفوتوا وبيطلعوا على الضاحية وإلى آخره. طيب في حالة تململ غير مسبوقة، أنه كل ما في تاجر بده يفوت بضاعة على محل والضاحية مليانة محلات تجارية وإلى آخره، بده يتفتش ساعة ونص ساعتين، هذا بطل يفوت بضاعة. كل ما واحد بده يفوت معه صندوق بيبسي بصندوقه بدهم يوقفوه ويفتشوه ساعتين. يعني أكيد أكيد ما حدا عم بيقول إنه جمهور حزب الله يعني يشهد ململة وتململ، لا مش هيك عم بيقول، بس بالمقابل عنده أولويات جمهور حزب الله. يعني في معركة ضد إسرائيل، في عدوان إسرائيلي على الجنوب أو على جزء من لبنان، حتما هذا الجمهور يتعاطف مع حزب الله وبيوقف خلفه وحده قدامه إلى آخره. ولكن أنه بشار الأسد طلع عباله لأنه انحشر بالسوار، حشروه بريف دمشق، صار عندهم قدرة قتالية يوصلوا على قلب دمشق، انحشر حضرته عمل استخدم الكيمياء وروح 1500 قتيل. شو خص ابن الضاحية بهي المسألة؟ ليه هو بده يرد؟ وفي مجتمع دولي، في معايير دولية وخطوط حمر دولية محطوطة من 100 سنة، المجتمع الدولي ما في إلا ما يتعامل على أساسها. طيب ليه أنا كلبناني سواء كنت حزب الله أو غير حزب الله، ليه أنا بدي أدفع ثمن؟ مش لأنه الحفاظ على النظام يعني كثيرا للمقاومة، وبالتالي مستعدة تقدم الكتير للحفاظ على النظام. طيب السوري إذا النظام بيعتبروا أنه هي في مؤامرة على النظام، إذا هيدا النظام ما عنده قدرة أو ما عنده رغبة يحافظ على حاله وعلى شعبه، ليه بدي يكون أنا ملكي أكثر منه؟ طيب هذا النظام، طيب في حدا بالعالم استخدم سلاح الكيميائي وما دفع ثمن؟ ولا واحد بالتاريخ. ليه هو يعني أنه هو على أساس شو ممكن ياخد هذا النوع من القرار؟ وأنه ما حدا بيحاسبه بالعالم، كيف كيف بياخد قرار بيقتل 1500 قتيل وأنه هيك أنه مرور الكرام؟ في يعني
وكلنا بنتذكر قديش كان في معاناة عند المعارضة السورية. طب لماذا لا يكشف صراحة من الذي استخدم الكيماوي؟ يعني اليوم في شكوك، في تحقيقات او في بعض لم تظهر يعني ايه، بعتقد خلال بس الضربه تقررت لأنه يعني تحقيقات كأنه جديه. لا بقصد لما في ضربه مقرره سلف قبل التحقيقات، يعني مقرر ينضرب النظام، اكان استخدم الكيماوي من قبله او لم يستخدم. بس خلينا نتذكر شو مهمه هيدي فريق الخبراء اللي عم بيدقق او عم بيحقق. مش مهمته يعرف مين اللي استخدم الكيماوي، مهمته اذا في او لا، ثبت اذا في او لا. طيب وهذا شيء اسهل شيء صحيح، بس هذا اسهل شيء ينعرف. مشان هيك بلشت تطلع تقارير قبل ما يخلص تقرير المحققين انه استخدم. عرفتي؟ فلذلك ورغم هالشيء امبارح طيب مثلا رئيس الفرنسي بمجلس الامن كان عم يفرجينا صور وطلعت شو بدي بالعراق؟ هلا عم نحكي يعني ممكن تتفبرك قصص كمان، مش ما في شيء بريء. هلا يعني بعتقد الشيء اللي عم بينخاض يعني بهذا الملف بعتقد ما في شفافية أكثر منه بالتاريخ صار، لأنه أكثر من دولة عم تحكي بالموضوع. شو بس يعني؟ كله عم تناقش لايف لايف لايف. وهون يعني يعني إذا واحد يعني أكيد قسم كبير من اللبنانيين تابع هيدا النقاش حول قرار الحرب والسلم بأمريكا كيف عم بيصير. يعني إذا بنعمل مقارنة بسيطة كيف قرار الحرب والسلم بيصير بأمريكا أو ببريطانيا أو بأي دولة عظمى وديمقراطية وبين قرار الحرب والسلم بلبنان، في شيء مضحك عن جد. يعني سخرية القدر انه اوباما رئيس اكبر دولة عظمى بالعالم انه ما قبلان ياخذ قرار نهائي الا ما يسمع راي اخر واحد بالكونغرس. مجلس العموم البريطاني بيمنع رئيس حكومته كاميرون انه يروح على الضربة. نحن وهذا نظام رئاسي عم بحكي بامريكا وحده، الرئيس الأمريكي فيه ياخذ هذا القرار منه ناطر تفويض من حدا. نحن نظام شراكي، مجلس الوزراء بياخذ القرار. استحلينا شي مرة حزب الله يسأل سؤال لحدا رئيس جمهورية أو حكومة أو يعني بس إذا واحد بيعمل مقارنة بسيطة يعني أنا بعتقد يعني هاي فرصة كانت لللبنانيين تحديدا يشوفوا كيف قرار الحرب والسلم بالعالم بيتاخذ. شغلة فظيعة لايف، يعني في 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 شفافيه اكثر من هيك؟ مش انه عملوا اجتماع بغرفه مسكره وبلغونا بالوكالات الاجنبيه، لايف كل العالم عم تحضر على كل الفضائيات شو راي هيدا النايب وشو راي هيدا وشو راي الرئيس الامريكي وشو راي الرئيس شغله فظيعه. ونحن هون بعدنا مناش بجنس الملائكه انه لا في طرف بده يخبرنا انه هو له حق ياخذ قرار الحرب عنه وعن كل اللبنانيين بدون ما يسال حدا. بس التركيبة مختلفة يعني بالعكس، ما في مقاومة بأمريكا بالعكس بغض النظر في أو ما في، بس النظام الأمريكي نظام رئاسي منا. يعني الشعب الأمريكي ما إنه جبن من قبل الرئيس الأمريكي، يعني خيب أمال كتير من العالم أبداً، مش بس الأمريكيين. هيدي ذروة الديمقراطية، شعروا إنه متردد. يعني كم مرة كم ضربة صارت عاملة هاي ثالث مرة الرئيس بيطلب رأي الكونغرس، يمكن يعني لأنه متردد مش لأنه مش صحيح. مش صحيح، نحن بنقراها هيك الشرقيين والعرب، بس هيدا الرئيس بيسمع رأي شعبه، بيسمع رأي المؤسسات الدستورية ببلده. هيدا الرئيس انتخب، الشعب الأمريكي انتخبه بغالبية لأنه أخذ قرار أو كان رأيه أنه بده يسحب الجيوش الأمريكية من العالم، بده يسحب أمريكا من التدخل بالحروب بالعالم. انتخبوه على هالأساس، كيف بده يروح على شيء تاني؟ لو ما استخدام الكيماوي من قبل بشار الأسد أكيد ما راح بهذا الاتجاه الرئيس الأمريكي، ولكن خرق قانون دولي طويل عريض لم يخرق من الحرب العالمية الثانية. حتما يعني هي قصة جريمة ضد الإنسانية، في إلى يعني علاقة بحقوق الإنسان، قصة طويلة عريضة، فهذا موضوع آخر. ولكن عم بحكي عن آلية اتخاذ القرار. هذا الرئيس الأمريكي في يأخذ قرار لحاله، هذا منتخبه الشعب الأمريكي، نظام رئاسي بأمريكا، مش مثل عنا نظام مجلس وزراء وشراكة وإلى آخره. إذا طائفة صغيرة ما توخزيني ما عجبها قرار إلى حق الفيتو. فهذا نظام رئاسي، رئيس لحاله بياخد قرار اللي بده إياه، هو منه بحاجة لتفويض من الكونغرس. ما قبلان ينفذ الضربة قبل ما يسمع رأي الكونغرس. مجلس العموم البريطاني اعترض، شغلة فظيعة. ونحن قرار الحرب والسلم عندنا بياخدوا واحد، منه مضطر يعني أنه
لا يخسر سؤال على رئيس جمهورية، على حكومة، على مجلس وزراء، ما قلنا علاقة، هو بياخد القرار ساعة اللي بده. حتى بحجم الضربة رئيس أمريكا عم بيسأل، حتى بتفاصيل الدقيقة عم نحضر قرار بهالخطورة والأهمية، عم نحضر لايف على التلفزيونات، شغلة فظيعة. ونحن هون بيطلع واحد هيك بغرفة عمليات مسكرة بياخد قرار ساعة اللي بده وبيمشي. وهذا السؤال يعني مطروح على هلأ، شو بده يصير بعد الضربة المحتملة لسوريا؟ انه مين بياخد القرار بلبنان؟ طيب رئيس الجمهورية عم بيقول نحن ضد وما لازم لبنان يتدخل، رئيس الحكومة ولو المستقيل بس هو رئيس حكومة عم بيقول نحن لبنان نائب النفس، بيطلع وزير خارجية لا لن نقف مكتوفي الأيدي، طيب بيمثل مين؟ طيب هيدا مجلس وزراء؟ طيب إذا التيار الوطني الحر اللي هو جزء من هذه السلطة كمان ضد، طيب يعني في طرف واحد، والرئيس بري الأسبوع الماضي ضد تدخل بسوريا، طيب يعني في طرف واحد اسمه حزب الله هو هيك عاطي لنفسه صلاحية ياخد القرار اللي بده إياه بدون ما يخبر حدا. شو بيعني هيدا؟ يعني بعد ما عم نقول انه عم يفكر اقليميا استراتيجيا مش عم يفكر داخليا. بصرف النظر يا آنسة منى، داخليا او خارجيا هذا ضرب لمقومات النظام الديمقراطي بالبلد، هيدا نسف كامل لإله. ما بيصير يعني ما بيقدر اي طرف يعني مش امر هيك بهالسهوله واحد ياخذ قرار عن ضيعة أو مدينة. يعني نحن بنعرف بتصير أحداث كبرى بالمدن وبالقرى، هل لأنه حزب الله هو حزب الله خصمكم بالسياسة؟ لا. ولأنه يعني مدعوم من إيران مثلا، لو بدنا نقلبها لو كان في دولة صديقة طيب العماد عون حليفه بالسياسة معترض على التدخل حزب الله بسوريا، شو خص؟ ما خص حليف أو خصم، خص في هذه العلاقة بمصير بلد وبأمنه الوطني وأمنه القومي. يعني انه انا باخذ قرار بروح ما بعرف كم الف قتيل، لكن مثل ما عم بيقول السيد نصر الله يعني خايفين من التكفيريين، خايفين من ما بعد اذا سقط النظام، اللي بده يستلم النظام عم بيشوفوا انه في ناس غير معتدله، بالتالي هي بتشكل خطر على لبنان. يعني يمكن هو عم يسبق ويدافع عن لبنان. اولا آنسة منى، اولا هود التكفيريين ما يسمى التكفيريين ولا نحن ضدهم حتما، حجمهم على الخارطه السوريه لا بل أكيد أجزم أنه بيتجاوز 2%. هذا واحد. اثنين، مش هو الشعب السوري، معلش كلنا بنعرف سوريا وطالعين على سوريا وبنعرف سوريين، المجتمع المدني بسوريا هو المساحة الأكبر. صح، بس هن قادرين على الأذية ولو كانوا قليل. اسمحيلي أولا بين التناقض بينهم وبين المعارضة الأخرى. يعني عم نشهد معارك كر وفر بين الجيش السوري الحر وهؤلاء التكفيريين، سواء اسمه النصرة أو قاعدة أو إلى آخره. فتضخيم هذه الظاهرة له غرض سياسي بس هيك، يعني تحت عنوان تخويف الأقليات. وأنه هذا النظام أوعى يا عمي، هذا حامل حمى وهذا حامل أقليات. أولا يعني إذا المثل المعني فيه المسيحيين، بعتقد ما حدا عمل بالمسيحيين بلبنان إذا أخذناها عينة قد هذا النظام السوري. يعني طبعا بسوريا ما نكل فيهم لانه ما في حروب بسوريا، ما صار حروب، بس عم بحكي عن فتره الحكم من 30 سنه. نعم. ولكن بالمقابل هي نظريه تضخيم هودي التكفيريين اللي نحن ضدهم، برجع بقول لك. نعم. واكيد الشعب السوري سيتكفل فيهم بعد انتهاء الضربه او بعد ما يقدر ياخذ نفس، اذا قدر يطلع بعد هذه الضربه بانتصار داخلي. ولكن انه بس تبرير انه في كم تكفيري وفي نصره وقاعده، نائب ناصر نائب سابق ناصر قنديل بيقول جماعة الماضي معنا هون بالبرنامج نقلا عن صحيفه نيويورك تايمز انه 70,000 جبهه النصره، بس جبهه النصره يعني اعداد. نعم. كبيره. سوريا وبتخوف. سوريا آنسة منى بتعد اكثر من 18 مليون نسمه. اكثر من 18 مليون نسمه، وكل العالم بيعرف حجم المجتمع المدني قديه كبير بسوريا. ثلاثة، يعني هذه بلد فيها كفاءات، فيها مهن حرة، فيها ثقافة، فيها اعتدال. يعني هاي سوريا، يعني هيك فجأة كنت تسمعي بشيء اسمه تكفيريين بسوريا قبل؟
لا بس هلا استغلوا الفرصة. هلا النظام هو ضخمها اصلا. هو التكفيريين وين كانوا؟ حضرتك عم تقول عم تحكي هيك مرقت على قصة الاقليات. طب عم نشوف بالنهارين الاخيرين بمعلولة يلي هي يعني الرمز المسيحي، شو صار؟ قيل انه نهبوا الكنائس. نعم. واحترقت كنائس انا وعيد الصبح امبارح، واليوم في خبر انه رجع الجيش السوري. قريت بوسيلتين اعلاميتين لبنانيتين وشفت شي ثلاث وسائل اعلام مرئيه قريبين لـ8 اذار. قريت انه النصره فات على معلولة وعمل بالكنائس وشال وحط. ثاقبت هيك قبل الدور 10:10 بفتح تلفزيون احسن من الالبسي، بتطلع رئيس الدير مرتقله بمعلولة تقول لا حدا فات ولا حدا حكي مع حدا ولا حدا له علاقة. كمان تضخيم. طبعا طبعا، لأنه كل هاي النظرية مبنية على هاي النقطة أنه هاي المعارضة السورية، هاي الثورة السورية، هاي مجموعة تكفيريين وجبهة نصرة وقاعدة، ويا غرب أنت دافع عن النظام لأنه هو عم بدافع عم بحربه. مش صحيح هذا الكلام. في مزبوط مجموعات تكفيرية سبب النظام أولا، وهو اللي فقسها وشفنا عينة منها بلبنان الحمد لله من فتح الإسلام وغيره. وهيدا هاي المجموعات راحت على العراق، بعتها النظام على العراق، هلأ عايزها رجعت على سوريا، وتحت هيدي الشماعة عم بيستجدي انه هو ضد القاعدة، فيا غرب وقف معي. يعني واضح انه الغرض السياسي منها، ولكن هيدي لا تنطلي على الشعب السوري اللي بيعرف حاله واللي بيعرف الحجم المدني اللي بالمجتمع السوري. مش صحيح. هل ما يحكي عن ضربة موضعية مش ضربة للإطاحة بالنظام هي خوفا من اللي بده يجي وراء النظام، يلي هن خلينا نسميهم بسمون الغرب المجموعات الأصولية وتكفيريين والقاعدة، يعني في خوف عند الغرب من هالمجموعات، فمشان هيك ما عم يقولوا في ضربة لأسقاط النظام، ولا هو فعلا في ضربة لأسقاط النظام وما عم بيحكوا؟ شوف، هو الكلام الغربي كله ما حدا عم بيقول في اسقاط للنظام، كله عم بيقول بدنا نضرب. ليش عم يحرصين على ابقائه؟ لا مش هذا، مش بالضروره حرص، بس هذا تيبرروا لرايه العام. ما فيهم يبرروا للراي العام تبعهم انه انا بدي سقط نظام اكس. شو خصني بقوله؟ بس في برر، يعني ما عنده مبرر يتدخل بسوريا. شو ببرر انه يعمل سلاح كيميائي، انه يضرب السلاح الكيميائي؟ طبعا طبعا. هلا بيسقط النظام او ما بيسقط، انا برايي في اكثر من احتمال لهن. هي الضربه كضربه مثل ما عم بيقول الغرب ما راح تسقط النظام. عم بيقولوا بدهم يضربوا المواقع الجويه تبع النظام، بدهم يضربوا الرادارات، شبكات الاتصالات الى اخره. طيب، وسلاح الكيمياء. فالضربه كضربه تقديري الشخصي ما بتسقط النظام، ولكن بتعمل احتمال انه ممكن حدا بالجيش، لانه حريص على الجيش السوري وكلنا بنعرف الجيش السوري من اكبر الجيوش بالمنطقه، ممكن يستبق الضربه او خلال الضربه يعمل انقلاب ليجنب الجيش او يحيد الجيش عن ضربه تقسم له ظهره. ممكن احتمال ثاني، بشار الاسد يوافق على جنيف 2 بلاه، ويصير حكومه انتقاليه بلاه. هي احتمال ثاني. وممكن الاحتمال الثالث انه الثورة السورية او الثوار السوريين يستفيدوا من هذه الضربة بأي معنى. هي نقطة ضعف الثوار وين؟ بالجو وبالكمامة. يعني النظام تقدم على الثوار بسلاح الجو، قصف الطيران، بالبر ما عنده شيء. كيف تجزموا انه الثوار ما عندهم كيماوي؟ في وسائل الاعلام بتقول عندهم كيماوي. هيدي مثل خبرية التكفيريين وانه كل المعارضة السورية تكفيرية. ماذا لو كان في جزء من الثوار، مش كل الثوار، يلي هن عمليا بينشقوا شوي عن الثوار وبنشوفهم كل يوم على التلفزيون شكلوا فريق لحالهم، لربما هن اعطيوا الكيماوي، يمكن من قبل حيالله فريق انه النظام اعطاهم، يمكن نظام، يمكن دول داعمه. يعني ليش عم نناقش فرضيه هون منى؟ بس خلينا بالسياق، اذا صارت الضربه شو ممكن يعملوا؟ مش هيك؟ هيدي فرضيه. يعني مين بيقدر ياكد أو لا؟ اكيد ما بنرجعها. يعني انه اصلا شو بده فيها؟ الثوار السوريين بده يستخدموا الكيماوي ضد مين؟ ضد شعبهم يعني. بس هودي الثوار اذا يعني اجهد عند النظام قوتين مركزيتين تقدم فيهم عليهم، لان سلاح الكيماوي اللي استخدموا بس خاف ما انه ينجحوا يوصلوا على دمشق،
وسلاح الجو أنا برأيي الثوار بصير عندهم قدرة كبرى يتقدموا ويتغير ويتعدل ميزان القوى داخل سوريا. خلينا نوقف مع فاصل إعلاني وارجع أحكي بشأن الداخلي، تشكيل الحكومة والوضع الأمني. فاصل إعلاني ونتابع. أتابع الحوار مع مدير تحرير صحيفة المستقبل جورج بكاسيني. أستاذ جورج، قبل ما فوت على الوضع على الملفات الداخلية، الحشد بالمياه المتوسط الأمريكاني، القصة الأساطيل يعني الأمريكية الروسية وغيرهم، لكن أبرز دولتين كبريين، هل هذا ينبئ بحرب عن جد أكبر من ما نحن متوقعين؟ حياة يعني ما بعتقد أنه بصير مفاجآت بالحرب، سيما وأنه مثل ما شفنا وتابعنا بالأسبوعين الماضيين كله يعني بينسأل وبيتناقش وحجم الضربة وإلى آخره. هلأ ممكن يكون مأخوذ بعين الاعتبار احتمال الرد على الضربة، كيف ممكن يتعاملوا معه، ممكن بس الحقيقة أولا إذا في هذا الاتجاه ما رح يخبروا حدا، بس كما أعتقد ومثل ما عم نتابع ونشوف أنه حجم الضربة وحدودها كله عم بيتاخد قرارات فيه مسبقة. هلأ أنه بيطرق شيء خلال الضربة بيواجهه رد فعل غير متوقع، عم بياخدوا احتياطات لقلو، ممكن. هل يعني عم قدرت تستوعب أو تفهم الموقف الروسي اللي بعد ما غير؟ يعني البعض شاف من جمعتين أنه من بعد زيارة بندر بن سلطان ولقاء الرئيس بوتين أنه يمكن صار في صفقة والروس لينوا بموقفهم، بس رجعنا عم نشوف تصلب، وبرز التصلب أكثر بالقمة العشرين والأسطول الروسي، وحتى الصين بعتت على المتوسط. يعني صحيح في قراءة ليش في تصلب، في تصلب بس في قرار بعدم المشاركة بالحرب أعلنوه، ما مش تفصيل، بس وجودهم هون ممكن يشارك آخر لحظة أو عم يدافعوا على الأقل. أنا برأيي يعني الروسي أو غير الروسي عم بيضمن مفاوضات ما بعد الضربة، شو دوره شو حصته شو كذا، ولكن أعلنوا بالفم الملآن أنه ما رح يقاتلوا كرمال حدا بوضوح. يعني ما حيقاتلوا بس عم يدافعوا الخارجي. يعني مفهوم عم يدافعوا بالسياسي وعم يدافعوا حتى بالأمن، حتما يعني حتما رح يضلوا لآخر لحظة يدافعوا ويقولوا نحن معترضين وكذا، بس الأساس بهذا النقاش هو الموقف اللي بيقول أنه نحن لن نقاتل من أجل أحد. هذا الإتو شوي تراجع أو تراجع ميوني. هذا أمر بديهي هو يعني الغريب انه النظام السوري يتوقع غير هيك، انه روسيا لو بتعمل حرب كرمال النظام السوري. يعني ما بتتوقع انه يصير في حرب اكبر من الحجم. يعني حتى بالموقف الايراني، يعني من الرئيس الايراني الجديد لوزير خارجيته لوزير دفاعه، ما عم نسمع اكثر من مساعدات انسانيه وطبيه للشعب السوري. هلا بس بيهددوا بتوسيع رقعة الحرب، الحرس الثوري هدد في كذا، بس حتى داخل إيران في رأي تاني. فيعني عم بحاول أقوله إنه مش بهالسهولة، يعني مثل ما بعض بينظروا هون بالبلد من حلفاء النظام إنه رح تصير حرب عالمية ثالثة كرمال بشار الأسد. يعني حتما مش رح تصير، يعني حتما، يعني هو ما يعني ما في شك إنه هو كان عقدة وصل بالمنطقة استراتيجية لإيران إلى آخره، عقدة وصل أو عقدة قطع ووصل بموضوع السلام بالمنطقة مع إسرائيل، بس أنه يصير حرب كونية كرماله. بس إيران هددت أنه صواريخ الطال إسرائيل، وهددت يعني النقاط الحيوية أنه بتسكر البوسفور، يعني جيوستراتيجيا هددت إيران وقادرة. ممكن بس قادرة ما بعرف إذا قادرة، يعني قصدك تهديد وما بتفعل، تهزم المجتمع الدولي هيك قادره، يمكن توجعه اذا ما هزمته، ما بعرف الحقيقه. يعني انا باستراتيجيات العسكريه ما عندي خبره، بس على ما بعرفه يعني التقدم التكنولوجي وسباق التسلح عند الدول العظمى يعني يفوق كثيرا. طبعا ايران فيها تضرب اسرائيل توجع بكم صاروخ وكذا، بس انه عم نحكي هلا شيء ثاني، صرنا انه ايران تهزم حلف الناتو، بعتقد فيها شوي من الخيال. خليني احكي عن الملفات الداخليه. هل صحيح في شويه ليونه، على طول عم نحكي بالليونه والتصلب،
من قبل فريق 14 أذار للدخول بحكومة فيها حزب الله؟ طبعا في شروط بعدها موجودة، ولكن المشاركة كانت بالأول محسوم أنه لا صار. أولا خلينا نوضح شغلي، بداية لا تيار المستقبل ولا 14 أذار حطوا فيتو على مشاركة حزب الله بالحكومة. كيف اسمحين خلينا نكمل. لا إله بعد. تيار المستقبل أو الرئيس سعد الحريري قال خلينا نحن وحزب الله نطلع من الحكومة. أوكي. لسبب بسيط، أنه المواجهة تم تحصل مواجهة بين تيار المستقبل أو 14 أدار عموما وحزب الله داخل الحكومة، بمعنى أنه تم يصير غطى، نقدم غطى لحزب الله داخل الحكومة ولا مشاركته بسوريا بكل بساطة. هلأ فما كان العنوان مثل ما حزب الله بيقول انه عزل والى اخره وانه ما بده. هلا هيدا عفوا يعني الرئيس سعد الحريري قال هيك، بس في كتير غير الرئيس سعد الحريري بيقولوا لن نشارك بحكومه الى جانب حزب الله. والدكتور سمير جعجع يعني قال باكثر من تصريح. اولا معلوماتي انه الرئيس الحريري بيعبر عن تيار المستقبل مش حضرتك. لا عم بحكي انا مش بس تيار المستقبل، 14 اداء. اوكي عفوا. هلا حضرتك فسرت. انا عم بحكي عن تيار المستقبل. صح. انا عم بحكي عن تيار المستقبل. إيه؟ الموقف كان واضح انه لا نحن ولا حزب الله منشارك بالحكومه للسبب المذكور اعلى. اوكي طيب، اجت احتمالات الضربه العسكريه لسوريا، تيار المستقبل تعامل مع هاي اللحظه بوصفها ساعه لازم تكون ساعه تماسك بالبلد، ساعه وحده، فابلغ المعنيين بالامر يعني رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه المكلف أنه يا سيدي ما عندي مانع أنا بثلاث منات اللي هي بتضم كل الأفريقا، ولكن طبعا مع شرطين أساسيين، لا تلت معطل وأعلان بعبدة، يعني لا ثلاثية شعب جيش ومقاومة. وإذ للأسف حزب الله فاجأنا من كم يوم ببيان كتلته بيرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، ما يعني أنه حزب الله فوت هاي الفرصة رغم أنها بتوقيتها وبظرفها كانت فرصة مهمة للبلد. فوت هذه الفرصة ورفض. بس ليش أنتوا أو ليش تيار المستقبل عم بيقرر كيف بدها تكون الحكومة؟ أنه في رئيس مكلف في رئيس جمهورية، فجيتوا أنتوا عم تحطوا الشروط. ما هو رئيس المكلف ورئيس جمهورية عرضوا على تيار المستقبل أنه نعمل حكومة ثلاث مكمنات، جاوبهم تيار المستقبل موافق، مش هو قررها. لا عم بتحط شرط انه ما بدنا الثلاثية. رئيس الجمهورية لما قال حكومة جامعة أوكي. كان عم يحكي عن حكومة ثلاث منات، والرئيس المكلف كان من نفس الجو مثل الرئيس الجمهورية وكان متفق هو رئيس الجمهورية على هذا الموضوع. نعرض هيدي الصيغة على تيار المستقبل وعلى كل الأطراف السياسية بالبلد، تيار المستقبل وافق، بس مش تيار المستقبل اللي حدد الشكل أبدا. يحكى أنه قبل تفجير الرويس وتفجير طرابلس كان رئيس الجمهورية خليني أقول منفتح أو موضوع قابل أنه يوقع على حكومة حيادية، وقيل أنه الرئيس سعد الحريري رفض. ليش كمان؟ لأنه فكر بالضرب السورية أنه لازم. مش صحيح، أول مرة بسمعها يعني أنه الرئيس الحريري رفض حكومة حيادية. من أول الطريق والرئيس الحريري عم يدعي لحكومة حيادية أبدا. ما هي هذا اللي كان مفاجئ بالمعلومة وذكرتها صحيفة الحياة من يوم. مفاجئ لأنه مش صحيح. مش صحيح. الرئيس الحريري من أول الطريق مع حكومة، ما هو حكي فيها وهو بخطاب رمضان قال خلينا نجيب حكومة حيادية وخلي الأطراف السياسية تتحاور على طاولة الحوار. وهذا مطلبه. يمكن لأنه سمع من النائب مثلا وليد جنبلاط أنه مدى خطورة ممكن موقف النائب جنبلاط، ممكن، بس مش موقف الرئيس الحريري أبدا. موقف الرئيس الحريري قيل لرئيس جمهورية، عم بحاول نقرأ ليش تصرف هيك. أو نقل موقف النائب جنبلاط ما بعرف الحقيقة. بس أكيد موقفه مع حكومة حيادية. وبعتقد رأيي الشخصي أنه حتى رئيس الجمهورية اللي عم بيحكي بحكومة جامعة أو ثلاث منات وهو المصر انه يشكل حكومه قبل ما ينتهي عهده، بعتقد يمكن ما يلاقي الا هذا الخيار باخر الطريق. هل رئيس الجمهوريه والرئيس المكلف هن ما بدهم الثلاثيه وما بدهم يعني هلا انت هون في شرطين، لا الثلاثيه ولا الثلث المعطل، كمان الرئيسين بنفس القالب ولا انت اللي عم تحطوا الشروط؟ ابدا ابدا، هذا موقف رئيس الجمهوريه ورئيس. بس معنا شي مره رئيس الجمهوريه عم بيقول ما بدي ثلث معطل بجريده المستقبل. نعم. انا بتذكر لاني انا اللي عملت الحوار معه. نعم. الرئيس سليمان قال انا ما بقبل بثلث معطل ولا
ومصر على اعلان بعضه هو بيتمه، وقال اكثر من مره مش مره واحده يعني. والرئيس المكلف من لحظه اللي كلف فيها عم بيأكد انه بده اعلان بعبده، لانه هذا مصدر اجماع اللبنانيين وما بده تلت معطل. واكثر من هيك بالتسريبات الاعلاميه وكذا كان الرئيس سلام عم بيقول دائما انه انا مستعد استقيل مع الوزراء 8 اذار اذا بدهم يستقيلوا يجنب الحكومه تلت معطل. لا هذا موقفهم طبعا، بس كانوا عم يشتغلوا في فتره كانوا عم يشتغلوا على الوزير الملك، يعني وكانه تلت معطل بشكل هيك مجمل شوي. يعني شو عم يشتغلوا عليها الرؤساء يعني قبلانين بمكان ما كاني سمونا انه شو لها معنى يعني. لا عن جد عم بحكي انه نسأل وزير الرؤساء ملك شو معنى. ومموه و... يعني بعتقد اللي خايف على حصته بالنظام كل البلد الا حزب الله. اذا ما نحكي جد يعني بحلك من 2005 لهلا او من 92 من 90 من وقت اقرار اتفاق الطائف، بتتذكر شيء مره رئيس مجلس النواب تاخر انتخابه نص ساعه؟ لا. طيب راح اذكرك انتخابات رئاسه الجمهوريه وانتخابات ورئيس الحكومه، رئيس الجمهوريه تمدد له مرتين من الطائف ما صار انتخابات طبيعيه، وهلا مهدد بفراغ وعشيه انتخاب الرئيس سليمان بقينا 8 اشهر 9 اشهر سنه ما بعرف قد ايه بلا رئيس جمهوري، وهلا عم بيبشرونا انه ما في انتخابات رئاسه. رئاسه الحكومه في شيء رئيس حكومه الا ما اخروه 5 اشهر 6 اشهر 7 اشهر؟ مش هن عم باخروا، انتم كمان عم تاخروا يعني بالرئاسه الجمهوريه وبرئاسه الحكومه. مش صحيح، لانه رئيس الحكومه هو بيشكل الحكومه مش نحن عم ناخر، هيك الدستور بيقول. طيب ليه ما بيشكل الرئيس الحكومه؟ لانه عم ياخذ بعين الاعتبار كل الاطراف. مش صحيح، مش هيك بيقول الدستور، مش هيك بيقول الدستور ابدا. طيب ما هيك انتم كمان عم بتحطوا شروط. بيقول ما هيك عم بتحطوا مش شروط يعني. بلا عم تقولوا في شرطين، شرط لا للثلاثيه ولا للثلث المعطل. الدستور مش شروط، الدستور بيقول، اسمحيلي خليني اجاوبك. تفضل. الدستور بيقول رئيس الحكومه بشكل حكومه بالتوافق مع رئيس الجمهوريه. صح. كويس. طيب رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه عم بيقولوا ما بدنا ثلث معطل وبدنا اعلان بعبده، ونحن عم نقول مثلهم نكون عم نحط شروط؟ هن عم بيقولوا هذا رايهم وهذا راي رئيس الحكومه. هن عم بيقولوا له انه لا ما بتشكل حكومه الا ما تقعد معنا كلنا وتاخذ موافقتنا. مش هذا الدستور، مش شروط هيدي منها. في فرق كبير بين الشرط والدستور. الدستور هيك بيقول. هلا بنعرف انه الدستور هيك بيقوله، ما حدا حابب يخرق الدستور، بس بالاخر بلبنان في خصوصيه، في انه على طول بصير في كلام. لا عم بينخرق الدستور، ما انا اعطيتك مثل حي، عم بينخرق برئاسه الجمهوريه وبرئاسه الحكومه. برئاسه مجلس النواب ما تاخر ولا مره. برئاسه الجمهوريه مش كمان لانه كان بدهم يوقفوا على راي الرئيس الحريري. مين بي الرئيس الحريري اخر انتخابات يعني الرئاسه؟ كل القاده بالبلد بده يكون عندهم راي، وبالتالي بينتظروا رايهم. يعني ياما قالوا انطرح اسامي واجى العرقله من 14. طلع الرئيس الحريري مأخر انتخابات الرئاسه انه كان له مش صحيح دور بالتاخير. مش صحيح، كمان عدلوا الدستور ونحن بمعرض هاي المشكلة الخطيرة. يعني الدستور بيقول بالنص زائد واحد، هن راحوا على عرف انه لا بدنا بالثلثين، ما هذا كمان تزوير للدستور. وصارت 7 ايار ولو ما صارت الدوحة ما انتخب رئيس جمهورية. فنحن عمليا عم بحاول اقوله في محاولة من حزب الله لفرض امر واقع دستوري جديد بالبلد بدون مؤتمر تأسيسي. هذا عم بيعمله حزب الله، انه ما بتتشكل حكومه الا موافقتي، وهي مش صلاحيته. الدستور ما بيقول حزب الله بشكل الحكومه، الدستور بيقول الرئيس المكلف من قبل الاكثريه النيابيه هو بشكل الحكومه بالتوافق مع رئيس الجمهوريه. عم بنقول حرفيا. نعم. ما بيقول حزب الله بشكل الحكومه. والدستور بيقول انه بس تتشكل هذه الحكومه باول جلسه لا بتناقش البيان الوزاري، مش قبل. عم بيحاولوا يفرضوا امر واقع دستوري جديد بدون ما يعملوا مؤتمر تاسيسي. لا يوصلوك للمؤتمر التاسيسي. ما بقى في داعي له اذا هيك عم بيفرضوا. ما هن عم بيحاولوا يفرضوا نتائج المؤتمر التاسيسي بدون ما يعقدوا للمؤتمر التاسيسي بكل بساطه. وهذا الجانب الخطير من المساله. برجع بذكرك
مثل كتير واضح، مقارنة كتير واضحة تدلل الدافي ضرب بعرض الحائط للدستور اللبناني. بتحدى إذا مرة بتذكريني إنه رئيس مجلس النواب تأخر نص ساعة انتخابه من 90 من الطائف لليوم، وعطيتك كذا مثل عن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية شو عم بيصير فيهم. هودا عم بيضربوا نظامه وغيروه قبل ما يعملوا المؤتمر التأسيسي بكل بساطة. يعني قصدك الهدف يوصلوا للمؤتمر التأسيسي؟ أه؟ طيب أه؟ البطرك الراعي وافق على هالموضوع؟ ايه، وبوافق على هالنتيجة إنه رئيس الجمهورية ما بينتخب، وهو أكثر جانب مقدس بالدستور إنه له مدة 6 سنوات وبده ينتخب بين الفترة الفلانية وكذا، بيقبل بطرك الموارنة إنه رئيس الجمهورية هيك تفرغ موقعه؟ هل نحن رايحين باتجاه البطرك عم بيحكي عن عقد اجتماعي، مش عم بيحكي عن دستور جديد أو مؤتمر تأسيسي، شيء مختلف تماما. هل نحن رايحين باتجاه التمديد للرئيس سليمان؟ هل هو راغب ويعمل لهذا الموضوع؟ هل في دول إقليمية تعمل كمان لهالموضوع؟ ما بعتقد حدا عم بيحكي هلأ باستحقاق الرئاسة سواء تمديدا أو انتخابا، ولكن الشيء اللي بعرفه أكيد أنه رئيس جمهورية شخصية ما بده يمدد، ومشان هيك مصر يعمل حكومة. لو ما يعني لو بده يمدد كان شوي بيقفز على موضوع الحكومة، فواضح أنه رغبته الشخصية تلتقي مع مواقفه المعلنة أنه ما بده يمدد. هذا واحد. اثنين، طبيعي كتار بيقولوا أنه وراء الكواليس عم يشتغل على التمديد. بشك بصراحة، بشك. ولكن بعض اللي مش عجبهم موقفه بيتهموه أنه عم بيسعى للتمديد. ما بعتقد يعني أنه حدا بده يمدد لحاله بياخذ هيك موقف واضح له سنة رئيس جمهورية. طبعا مش عم بلغي مواقفه السابقة، دائما كانت عظيمة، ولكن من سنة لهلأ لي يعني الرئيس الجمهورية اللي بده يمدد لحاله بآخر سنة من عهده ما بيحكي هيك. بعتقد ما بيكون موقفه هيك، يعني رح يخسر الفريق الآخر تصويته، في فريق هو عم بيقول أنه مش عاجبه موقفه. فما بعتقد أنه الرئيس الجمهورية عنده رغبة يمدد أبدا، بس بعض الأطراف اللي مش عاجبها موقفه ممكن تتهمه بهذا الشيء. ولكن هل بصير تمديد أو لا؟ يعني بعتقد أنه في رغبة حقيقية من قوى 14 أدار وخصوصا تيار المستقبل أنه أي استحقاق يصير بموعده، أي استحقاق نحافظ على الحياة الدستورية بشكل طبيعي. ولكن أنه هيدا كمان بالكلام بس يمنع هذا الأمر. شفنا الانتخابات النيابية، كنتوا مع إجراء ولو على قانون الستين، صرنا مع التمديد مع يعني لأنه شوي مش مقنع كان التبرير. لا بالعكس أبدا، مش مقنع. مقنع كان، تقلك ليه؟ لأنه تيار المستقبل اللي كان رافض تمديد لمجلس النواب وحطوا له عصا على طرابلس كل يوم 4-5 قتلة وبلغوه لايف وبالواسطة أنه ما منشيل سيفنا عن طرابلس إلا ما توافق على التمديد، والدليل أنه بس وافق تيار المستقبل على التمديد وقفت. هي وصل رسائل أنه بتوافق، يعني طبعًا كانت أحداث طرابلس هدف طبعًا سياسي وصل طبعًا للتمديد والدليل بس صار تمديد لمشنوة وقفت أحداث طرابلس. الحمد لله يعني منيح اللي وقفت وبعدها وقفت. والتمديد لقائد الجيش، هل كمان كان في أحداث أمنية أجبرتكم أنه تمشوا بالتمديد لقائد الجيش؟ شو كان البديل يا عمنا؟ ولو في ضباط يعني هلا ما بدنا نفوت بأسامي، ما بدنا نفوت بأسامي، لا مش عم سمي أنا، لا بس في بالآخر في ضباط مرشحين خلينا نقول أو منصبهم بيخولهم يكونوا مرشحين لمنصب أي جيش. ما عندي شك، ما عندي شك، مش هذا اللي عم ناقشه، بس إنه استسلامكم إنه في وضع أمني وفي كريزة بالبلد ووضع سياسي مش سليم. يعني تيار المستقبل مش بالحكومة، في حكومة ما لها علاقة بتيار المستقبل. هي ما عينت قائد للجيش، وصلت لمحل ما في قائد جيش، شو بتعملي؟ بتتركي قيادة الجيش فراغ؟ في حكومة ما لها علاقة لا بتيار المستقبل ولا ب 14 بس. عفوا لو اجتمعت هي الحكومة قال. لو اجتمعت الحكومة لتعين ما كان إلا، خلينا نحكي بالواقع مش بالدستور، أنا لا كنتوا رح تقبلوا كتيار مستقبل، رح يقبلوا الرئيس سعد الحريري وفؤاد سنيورة والدكتور سمير جعجع وكل القادة ب 14 أدار رح يقبلوا إنه يتسمى أي جيش بلا ما يكون في غطاء؟ عينوا حدا أولا حدا سأل رأينا أو حدا في مراكز كان يسأل رأيكم؟ بلا كان في تشاور بين الرئيس مئاتي ورئيس السنيورة على بعض المراكز ماشي. ولكن إنه عين منصب أيد الجيش هل قدر عين يعني؟ حدا أو اقترح حدا وحدا قال له لا؟ مين؟ الحكومة.
عينت حدا او اقترحت حدا وحدا قال لها لا؟ لانه هون بهيدا المنصب الحكومه ما بتشتغل بلا ما يكون في حد ادنى من غطى من 14 ادار. ليش هو في توافق داخل الحكومه على اسم واحد لاي تجار؟ شو لها علاقه 14 ادار بتعيين قائد الجيش؟ وما الرئيس سعد الحريري عطى الغطى دغري انه نمدد للعماد اهوجي. بس انطرح من الحكومه هذا الموضوع لانه ما في بديل. ما اجتمعت الحكومه تتفق على حدا ثاني. شو بيكون ضد انه ممكن يكون سعد الحريري مع الفراغ؟ كان فيكم تعملوا شيء بمجلس النواب وهي كون ما رحتوا عطلتوا. لا سبب ثاني من هلا رحنا على محل ثاني. لا ما كان في كان فينا نوصل ل حضرتك عم بتقول انه تيار المستقبل انه مع الاستحقاقات ما يتمدد. نعم. عم نعطي اثنين اكزامبل انه بلا بمدد تيار المستقبل تحت ذرائع مختلفه. يا انس منى تيار المستقبل ما بيكون بالحكومه ما فيك تحس بيه إذا مدد ما مدد. ولما الحكومة المعنية اللي هي ما فيها لا تيار مستقبل ولا 14 أدار ما اجتمعت وما عينت قائد جيش جديد فما فيك تلومي تيار المستقبل. طيب وصلت لمحل الحكومة ما تعين قائد جيش جديد وصلنا على الفراغ. ممكن تيار المستقبل يأيد الفراغ بقيادة الجيش وفي ظرف أمني طويل عريض بالبلد؟ فحتما هي من الضرورات التي تبيح المحظورات ما بعرف. فبس هذا لا يعني انه تيار المستقبل مع التمديد للمؤسسات مش صحيح. بس هذا يعني اذا حكومه ما عينت قائد جيش بنقول لا بدنا الفراغ. يعني عندك او الفراغ او التمديد شو بتقولي؟ ما كان في مجلس النواب يحل المعضله؟ لا لانه فتنا بقصه ثانيه صلاحيات السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه. هذا موضوع ثاني ما له علاقه بنيه تعيين او غير تعيين. ولكن انا عم بحكي بشكل هيك سيستماتيك الشيء اللي صار هيك. حكومه ما عينت قائد جيش صار ما تروح قدامك خيارين او تمديد لقائد الجيش او الفراغ بقيه الجيش. شو بتنقي؟ نحن اليوم لوين رايحين؟ على لا حكومه على بنضل على حكومه تصريف اعمال الى ابد الابدين؟ لا منشكل حكومه. يعني شو المعطيات اللي عندك؟ يعني بصراحه صعب واحد يتكهن لوين رايحين بصراحه لانه ما مبين بالافق في شيء. يعني رئيس مكلف حينطر رضا الكل ليطرح تشكيله؟ مش رضا الكل يعني خلينا نقول انه رئيس المكلف عم بيتصرف بحكمه وعم بيزين مجموعه من الاعتبارات والى اخره. فمش بالضروره انه ناطر موقف او رضا الكل. ولكن كمان رئيس المكلف بده يقرا مجموعه من التطورات حوله داخليه وغير داخليه ويزين على اساسها. وما ننسى انه في رئيس جمهوريه يعني ألم رئيس جمهورية أساسي بتشكيل الحكومة. فكل هاي الاعتبارات بدها متابعة يومية وإلى آخره. بس واضح أنه العطب الأساسي بموضوع الحكومة هو حزب الله. يعني من ثلاثة أيام كان جوابه واضح أنه ما بده. هلأ رح يضل الوضع هيك بالبلد بشك. أنا تقديري الشخصي ما عندي معلومات أنه رئيس جمهورية والرئيس المكلف لو شو ما كانت الاعتبارات ما رح يتأخروا ورح يشكلوا حكومة. أستاذ جورج بكاسيني شكرا لحضورك. شكرا لك مشاهدينا. شكرا للمتابعة. تابعوا أخبار الام تي في عبر صفحاتنا ام تي في لبنان نيوز على تويتر، ام تي في لبنان نيوز على فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.